من كلا الجانبين، يرجعها المره دي لورا، وعايز يشوط وسيد اوبا، لكن غرف سيد من تحت. الحاجات دي طبعا بتقلل من معنويات الفرقه اللي قدامه، لازم طبعا يضغطوا اكتر شويه. محمد عبد الله وطويله من احمد فتحي، وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول اوبا وهو جول، والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله الله عليك يا بركات، لعيب كبير كبير كبير. حلوه 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 يا بركات، اتعملت له ثرو جميل جدا جدا جدا، قطع من ورا ديفنس النادي الاهلي واستلم وصبر صبر كبير قوي 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 قوي، وحطها ببطن رجله في البعيده. حلوه 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 يا بركات، يا لعيب يا كبير قوي قوي قوي. هنشوفها مره ثانيه، وهنشوف القطعه من ورا خط ظهر النادي الاهلي، وهنشوف بركات اخذ كورته ودخل بيها لجوه، وهنشوف قد ايه زقها بقوه واقتدار، حط ايده في عصام الحضري، لكن اخذت ايد عصام الحضري ودخلت في سقف الشبكه. ادي بدات من عند احمد فتحي، وتمريره بديعه ورائعه يضرب بيها خط ظهر النادي الاهلي كله احمد فتحي، يستلم ويخش لجوه بركات ويبص ويزقها حلوه حلوه، لكن الحضري حط ايده فيها ودخلت، وهدف جميل جدا 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 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الاول. واحد الاسماعيلي لا شيء النادي الاهلي. ادي كره مره ثانيه، وادي فتحي يجي له حلوه حلوه حلوه، وجري بركات من ورا ظهر النادي الاهلي وبص حلو قوي قوي، والحضري حط ايده ارضيه لبلال، عايز يلف بلال هوبا في ايد على طول محمد سعد. رضا شحاته طويله وعاليه وحلوه، وبلال وبلال، لكن على طول يا ولد يا لعيب، وعماره وعرضيه عاليه حلوه هوبا، لكن تطلع بره وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي ورا المرمى، عامل هيصه كبيره جدا جدا جدا. سيد عبد الحفيظ على طول لعادل مصطفى، لمسه يد، ضربه حره مباشر بسرعه لحسام غالي، حسام غالي ارضيه واخدها مره ثانيه، حسام في اتجاه احمد بلال، بيلم احمد بيلم احمد هوبا، وجوه جول. الله الله عليك يا بلال، الله الله، بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه 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 حلوه، بلال يفك الاشتباك مره ثانيه بلال، وفي توقيت رائع جدا 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 في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول، تحمر المدرجات مره ثانيه ويخبو الضوء الاصفر قليلا حتى اشعار اخر، وتتعدل النتيجه الى 1-1 بقدم الفتى الذهبي احمد بلال في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. توقيت رائع جدا 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 بالنسبه للنتيجه اللي كانت عليها المباراه. استلم بلال